يعني كلمة الأستاذ فريد بوسعيد واسم ديال فريد بوسعيد مغربي شوية يعني وقالوا كلامي هو. أولا تحياتنا للجميع. يعني حقيقة أنا كمان مسائق بأنه أنا موجود بالمغرب وحكون كمان بالحفل عم بحضر فنان مروان كوري. فنان مروان كمان هو نقيب سابق قبلي كان للنقابة وكان رئيس النقابة قبلي. يعني نحن متواجدين ببلدنا الثاني بالمغرب. المغرب هو بلدنا الثاني فعلا. اللي حصل وأنا يعني أنه مروان بالنسبة للسفر، السفر كان فعلا منهك ومتعب لأنه اليوم ما بقى في طيران مباشر بين لبنان والمملكة المغربية. والمملكة المغربية صار أنه صار إسكال 6 ساعات بإسطنبول والمشق كمان الرحلة 5 ساعات وغيره وغيره. فصار عنده تعبان، يعني تعبان هيك نوع من الزلاعم وغيره وغيره. فهو بحاول يريح لأنه اليوم الفنان هو قاصد البلد ليأدي حفلة وليسمع الناس كل الأغاني وغيره. أتمنى وهذا اللي أنا حكيته حكينا نحن والأخوة وحكينا مع الفنان هو تأجيل للمؤتمر مش إلغائه. صح طبعا يعني كلنا بنعرف أنتو الغنى للوطن للمغرب وللوطن العربي. الإعلام هو دائما بوصل الصورة الحقيقية عن الفنان وهو بوصل كل شيء نحن بنتمنى. أتمنى يعني نتقبل كلنا، يعني اليوم دائما نرجع نحكي أنه دائما المرض بيطغي على كل شيء. لما يكون أي حدا موظف فنان عنده حالة مرضية الكل بيعذر لأنه في حالة مرضية. فإن شاء الله بعد الحفل دغري مباشرة يعني أنا بيكون في أكيد بنعمل طبعاً بعد الساعة 11 إن شاء الله نتلقوا هنا في الأوتيل. بنعمل بعدين غادي يكون إن شاء الله غادي يكون الفنان اختار الوقت دياله ودار السهرة دياله وغادي يكون إن شاء الله بكامل صحة دياله أنه يستقبل الصحفيين ويعطيهم كلمة ديالهم كاملين واحد بواحد ويدي الخاطر لقاء المنابر إعلامية المغربية. هذا اعتذار هيك حتى عفوا يعني الكل أكيد حاضر هوني وبتاخدوا الصور وبتاخدوا كل شيء على الحفل. هذا رأيي وترجع بيجي لهون بينعمل قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.